المسؤولية، نحنا جينا نغوثوا على هذا الأزبل اللي كدخلنا للديار ديالنا والمضر علينا وعلى أولادنا، ولادي مراطين وجي تقريبا هذا الشيء كيقوزوا كيخلوني بلا نعاس والريحة دخل عليا كارية. فهمت ولا حشومة؟ عايب هذا الشيء يا خور نخال مسلم هيدا، والطرق والضبابة طلع على ذي الغبرة ولا ذي الزبل ولا ذي الريحة، ولاد مراطين في الدار، ولا ما تقتوش نجيب لكم الوراق ديالهم، وانا عايب عليكم هذا الشيء هذا، والجيران ديالي مولاتي هذه مسكينه راها بيدها مطيحه، الحجه حشومه كنحشم منه، والله يهديكم كنطلبوا منكم ترفدوا علينا هذا المدرة، ما كنطلبوا حتى حاجه. كيف هذا بغي نفسك اسيدي؟ ابغي ان يانا حنايا والمشكل ديالنا حنايا كخصنا ترفدوا علينا هذا الزبال وطرب اكلنا في السطاح، السطوح معمرين، العطومه في طهرنا، انا نشر الحوايج والزبل في طهرنا والوسخ الطرب قار، ما باقي فيا ما ينشف سيدي، زعما رحنا انا جيت مقابلهم بزاف، جيت مقابله رانا المضر عليا، الله يجازيكم واسمحوا لي والسلام عليكم. كنطلبوا منكم تهزوا علينا هذا الزبل، ورحنا مضرورين وخصنا هذا المضر ما تبقاش، وهاد الزبل اللي كيجيبوه كيجيبوه من المدينه وكيخويه لنا في وسط الحومه، راه مقصحين وشي كيجيب يخويه لنا هنايا، وإلا هما بالصح يخويه في وسط المدينه باش يجربوا شنو كاين، وحنا كنطلبوا هاد الزبل ما يدخلش عندنا وما يبقاش هنا، والحيوان كلانا ومسخين والغباري وما كيعملوش التقار، كيقوزوا طايرين ما كيعرفوش اش كاين، ما بقينا نعسوا لا بالليل لا بالنهار، وهذا هو الطلب ديالنا حنايا، خصنا هاد المضره ترفد، هاد الزبل ما يبقاش. وكنطلبوا الحومه كامله كتغوت على هذا الشيء هذا، شركه كتجيب زبل، شركه البلديه كتجيب زبل، شكون غيجيبو هنا؟ كيجيبو شحال هذيك كديوان زباله، دابا كيجيبوه كيخويوه في التيبو عاد كيعمروه في الكاميون الكبيره، حتى كيخنز عاد كيعمروه، وحنا هذا الشيء هذا ما كنقبلوهش، راه كاين دراري صغار، كاين بنادم كبير مريض، كاين بزاف. حنا كنعرفوا هذا المطاع هذا عندنا باركي ديال الطوموبيلات ديال البلديه، ماشي مزباله. دابا حنا كنعرفوها باركي وهي ردوها مزبال، كنطلبوا من هاد الشيء هذا، راه هاد الضرر هذا بزاف كيضرنا بزاف، وفي الصباح عاد الوالده ديالي في الصباح هافي كتمشطح، كما كنت هزيت هافي كتمشطح لي بسبب هاد الخنز، خرجوا كيسيقوه، هما ماشي كيسيقوه، هما كيوسخوا، فعاود ماشي يزيدوا يسيقوه، هما كيوسخوا، ما تقدرش تشمها، انا كنقول لك هما كي هاد الطيور هاد الشيء هذا كيجيبوا العطور، كنعطوهم وكيطلقوهم منها في الارض، الجلوده حاشا قدر كامل ديال البلديه كامل، وحنا هاد الشيء ما نحملوهاش لا لينا ولا للناس. ما نبغيوش الضرر حتى واحد لا لنا ولا للناس، وهذا الشيء هذا بزاف 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 بزاف، طلبناهم وطلبناهم وطلبناهم ما كاينش هذا الشيء منه، خصنا نعرفوا هذا الضرر، هذا الضرر ماشي من هاد الشركه، هذه شركه البلديه هي اللي كتجيب هذا الضرر، حنا كنعرفوا الشركه كنقي وهذه كتوسخنا، هذه كتقدر ما طيور ماشي 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 بزاف 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 بزاف، وحنا قلنا طلبنا وطلبنا وطلبنا هذا الشيء ما كاينش منه، ودابا خصنا نشوفوا الحل اللي كاين، دابا خصنا نشوفوا الحل اللي كاين صافي، ونطلبوا الخير لاي واحد، هما يعملوا جهدهم وحنا نعملوا عاوشي ديالنا، والسلام عليكم. شو حنا هذا البركي هذاك كزينان، هاد الناس باش يوقفوا فيه الحديد، هما ضروا فيه المزباله، ولادنا مراطين سراج ما يقدروش نحلوهم، كل شيء مريض، حنا عندنا الوالدين وولادنا وكل شيء هنايا، وهاد الناس هادو ما بغاوش يعترفوا بهذا الشيء هذا، مع ان ما شوفوا الحق اللي الحل اللي مازال عدلونا في هذا الشيء هذا، وهذا الشيء اللي كاين اللي كنطلبوا منكم. حتى من المسؤولين كنطلبوا يهزوا هذا الزبل هذا ما يبقاوش يكبوه هنايا في هذا المنطقة هذا. السلام عليكم، انا ساكنه هنايا في هذا الدار هذه، حنايا مضرورين بهذا الزبل هذو، راه النسمه ما تقدرش توقف لا في الليل لا في النهار، ما تنعس لا في دارك ولا، المهم النسمه راه كاينه ليل ونهار. فهمتي ما مرتاحينش صراحة في ديورنا وما مرتاحينش، ولادنا راه مضرورين، ديك بلارج فضحي، المهم عاملين هنايا الفضيحة هنايا، كيطلعوا ما نقدروش نطلعونا للسطاح ولا نشرو حوايجنا، المهم السطاح ديالنا راه عامر بالزبل، بالزبل كيجيبوه ديك الطيور بلارج، المهم اش غادي نقول لك، عايشين هنايا في العذاب، والله إلا عايشين معاهم في العذاب هنايا، المهم تنطلبوا منهم يحيدوا لنا هذا الزبل هذا اليوم قبل غدا، المهم سمحوا لي، المهم السلام عليكم.